اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في جميع بقاع الدنيا. النهارده الاثنين 16/10/2023. موضوعنا النهارده عن الحمايه او الدروع اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لنا داخل الجسم. العنوان ده اسمه درعك الاول لاي مرض، او الجهاز اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولك علشان يحميك بيه من اي مرض، سواء مرض داخلي او مرض خارجي. الدرع ده مكون من اجهزه كتير جدا، واحنا يمكن شفنا قبل كده لوحات كتيره قوي قوي بتقول ازاي يبقى عندك جهاز مناعه قوي، وايه اللي بيضعف جهاز المناعه، وايه اللي بيرفع جهاز المناعه. وطبعا النهارده بقت كل الامراض تقريبا مناعيه. يعني ايه؟ يعني الكحه خلل مناعي، مرض السكر خلل مناعي، سرطان خلل مناعي، هشاشه العظام خلل مناعي، اللي انا عايز اقول لك عليه الكلى، فشل عضله القلب، الروماتويد، اللوكيميا، سرطان القولون، سرطان الثدي، يعني كل ده بنسميه خلل مناعي. يا ترى ايه الافلام الجميله اللي احنا جايبينها النهارده علشان تحافظ على نفسك قوي ضد الامراض، ضد الفيروسات، ضد السرطان، ضد الاصابه بالسكر؟ تعالوا نتفرج مع بعض على الافلام اللي عندنا النهارده. بصوا معايا كده، النهارده بنتكلم على مكونات جهاز المناعه. عندنا في مكونات جهاز المناعة فيلم جميل قوي هنعرضه على حضراتكم دلوقتي. الفيلم ده بيقول لنا جهاز المناعة ده كام جهاز بالظبط، من أول الدموع والجلد والمخاط والغشاء المخاطي، وربنا عامل لنا إيه في الدرع الأول اللي هو الجلد والدموع واللعاب والحاجات دي كلها حاجات اسمها الدرع الأول على الدفاع بتاع الجسم. لو عدى الميكروب، هات الفيلم يا ابني، لو عدى الميكروب هيلاقي خطوط دفاع تانية، هيلاقي في القصبة الهوائية، هيلاقي عنده غشاء مخاطي وبصاق، وهيلاقي عنده حاجات جميلة جدا تقدر يلزق فيها الميكروب وتاكله. طيب لو عدى بقى ودخل الدم، هيلاقي في الدم جهاز مناعة قوي جدا، كرة دم بيضة وسيتوكاينز و و و و و و. يا ترى ايه اللي ممكن يقابله جهاز المناعة؟ لو انا عندي ميكروب، فيروس او بكتيريا عدت من الجلد، عدت من الغشاء المخاطي، عدت من الامعاء، عدت من الرئه، اكيد هيقابلها جهاز اميون سيستم ضخم جدا. اللوحه اللي قدامنا دي بتقول لي ان في فيروسات زي اللي لها اشواك دي، وفي بكتيريا، وفي مخلوقات اخرى، فطريات وغيره، كل ده ممكن يعدي من الفم، من الانف، من الغشاء المخاطي، من الامعاء. كل ده ممكن يعدي. ايوه يا فندم ممكن يعدي. طيب الباريرز او الحواجز اللي ربنا عملها، مش ربنا عمل لنا حواجز؟ ايوه، بس ساعات الانسان لما بيضعف جهاز المناعه بتاعه للاسف الشديد بتبقى الحواجز مش موجوده، يعني الحراس اللي ربنا اداهم له مش موجودين. طيب تعالوا نشوف دلوقتي ايه اللي بيهدد جهاز المناعه. اولا جهاز المناعه ده ثلاث طبقات، طبق الاولاني زي ما قلنا جلد وغشاء مخاطي، وبعدين نخش بعد كده على الايه؟ على الدم. شايف قدامي كده فيروسات، والفيروسات دي بتحاول تخش من الجسم زي فيروسات البرد. عندي فيروسات البرد دي، عندي مثلا اول حاجه البارير اميونيتي، وعندي الانيت اميونيتي، وعندي اكوايرد اميونيتي. البارير اميونيتي ده مناعه في الجلد والغشاء المخاطي وغيره. الانيت اميونيتي او المناعه الذاتيه ربنا عاملها لي في كرات الدم البيضاء. عندي بقى بعد كده مناعه مكتسبه، بين انا اكتشفت مرض او هاجمني مرض فربنا سبحانه وتعالى اداني قوه ضد هذا المرض. يبقى انا عندي فيزيكال بارير، وعندي كيميكال بارير، وعندي بيولوجيكال بارير، عندي حواجز، وموانع ربنا سبحانه وتعالى اديها لي عشان اتعامل مع الميكروبات والاشعاعات والحاجات اللي موجوده في البيئه. طيب هل يا ترى الانسان لما بيضعف بيبقى الباريرز بتاعه او الحواجز بتاعته ضعفت؟ ايوه. خلاص ليه ضعفت؟ واحد بيدخن، واحد بيسهر، واحد بوظ الرئه، واحد بوظ المعده، المواد الحافظه، ها بينام تحت مروحه وتكييف، بوظ الدنيا كلها. طيب يبقى انا عندي باريرز، ايوه، في حواجز موجوده في الرئه، وحواجز موجوده في الكلى والمعده، و و و كل دي موجوده. ايوه يا فندم والله العظيم زودنا الله عز وجل بخصائص مناعيه جميله جدا. لكن لو ماده دخلت بقى غريبه، ها، ممكن يبقى يحصل عندي حاجه اسمها الريسبيراتوسيليا او الاهداب. الاهداب دي تطردها، وهي بتطردها بكح، وانا بكح او بعطس، بطرد المواد الغريبه اللي داخل. يبقى السيليا بتشتغل از اسكليتور،
اي يعني بتشتغل السلي عامله زي ما يكون سلم كهربائي بياخد المواد الغريبه ويطلع سلم كهربائي كويس. طيب وينطر الحاجه بره سواء بالعطس سواء بالكحه سواء بالترجيع سواء بالاسهال، كل دي وسائل طرد ميكانيكيه للايه للجسم الغريب اللي دخل. ايه هي المناعه الذاتيه بقى، النيت اميونيتي؟ المناعه الذاتيه دي حاجه داخل الجسم احنا بنتولد بيها، وبعدين لما بنتولد بيها طبعا بتبقى موجوده منذ الولاده. ربنا سبحانه وتعالى بيدي اخر هديه من الام لابنها شويه اجسام مضاده وشويه خلايا مناعيه بيتولد بيهم الايه الطفل، لغايه لما هو كمان يكون جهازه المناعي ويبتدي النخاع العظمي بتاعه يشتغل. طيب وبعدين في عندنا سيلز، يعني في خلايا وفي عندنا اجسام مضاد. الخلايا معروفه نيوتروفيل وماست سيلز وبيزوفيل، وهو اللي هي خلايا كرات الدم البيضاء. كرات الدم البيضاء دي منها ما هو كبير بياكل الميكروبات ومنها ما هو بيطلع اجسام مضاده عشان يفرتك الايه الاجسام الغريبه اللي داخله الجسم. طيب تعالوا نشوف كده بقى، عندنا مثلا نيوتروفيلز ده دي اكتر من 60-70% من الخلايا البيضاء، ودي خلايا تقدر تعمل فاجوسيتوزيس تاكل الفيروسات والبكتيريا، تاكلها ايتنج تبلعها، ها فالنيتروفيل تبلعها خلايا كبيره ومحترمه وكويسه، وبعدين تقدر تعمل لي كمان شويه التهابات حوالين المنطقه اللي فيها ايه غزو، سواء في الجلد سواء في الامعاء في الرئه في اي حته. يبقى النيتروفيل دي مالها؟ الخلايا المتعادله البيضاء تقدر تقول للجسم استعد لان في بكتيريا داخله او في سموم داخله. طيب الـ 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 الخلايا كرات الدم البيضاء ده اهي بنشوفها دايما بنعدها في حاجه اسمها ديفرنشال كاونت، يعني بنعد الكرات البيضاء في الجسم. طب كرات الدم البيضاء دي كلها نوع واحد؟ لا والله، ده في كذا نوع، في منها ما هو نيتروفيل كده الخلايا بتاعتها متجزأه، وفي منها اللي هو سيجمنتد، وفي منها انواع تانية. طيب بيحصل ايه؟ بيحصل انك انت لما تبلع، اما هي ما بتبلع البكتيريا او الفيروسات بتفرز عليها انزيمات اسمها لايزوزايمز، الانزيمات دي بتدوب الايه؟ بتدوب الفيروسات وبتدوب البكتيريا اللي دخلت وبتحولها لمواد توكسيك وتطردها بره الجسم. دي وظيفه مين؟ في نوع تاني اللي هو الايزينوفيلز، الايزينوفيلز ده نوع بياخد الاجسام اللي هي بتبقى قاعديه، فربنا بيعملها حاجه حمضيه عشان تلقطها زي اسيد نقول عليها الحمض والقلوي والاتراكشن اللي بيتم بينه. طبعا دي الايزينوفيل بتزيد قوي في حالات الحساسيه، ولما الانسان بيصاب بديدان او بهرش او حاجه بتعمل حساسيه بتزود له الايه الايزينوفيل. تمام، يبقى لما الانسان بيصاب بحساسيه او بهرش او بديدان بتزيد عنده الايزينوفيل. في بعض امراض تانية بتزود البيزوفيل عكس الايزينوفيل. ليه؟ لما يكون عندي انواع من الامراض التانية اللي هي بتحتاج انواع اخرى من الايه من الخلايا. طبعا كل نوع من الخلايا، عندنا الماست سيلز دي اللي هي بتعمل دموع الخلايا، الخلايا الماست سيلز دي اللي بتعمل دموع الخلايا اللي بتعيط بتبكي، لما تبكي تدي سكريشن وفلويدز وتدي ايه بقى، والانسان يورم ويلتهب، بيسموها دموع الخلايا. فدموع الخلايا بتيجي على الماست سيلز، والماست سيلز دي اللي هي الخلايا اللي بتبقى عندها ميوكس ممبرينز وبتبقى في الاغشيه المخاطيه وبتدي سكريشن. يعني ايه؟ يعني بتدي دموع، بتدي افرازات في المعده، بتدي افرازات في دي كلها بيسموها دموع الايه الخلايا. عندنا خلاص شفنا الماكروفاج كبيره وشفنا المونوسايتس. الخلايا المونوسايتس وحيده الخليه، الخلايا وحيده الخليه دي بتبقى يعني بقى ايه يعني خلايا مهمه قوي قوي قوي. ليه؟ لانه ممكن الاقي منها ما يسمى بالليمفوسايتس، وبرضه دي خليه واحده بنواه واحده. طيب دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجات كتير. تعالوا نشوف الدندريتك سيلز، الدندريتك سيلز دي موجوده في بعض الانسجه زي الخلايا الجذعيه وغيره، ممكن تلاقيها موجوده في الجهاز العصبي، وممكن تلاقيها في انسجه مختلفه، ودي عباره عن يعني خلايا متشعبه تقدر تاكل الميكروب وتتفصل عليه اجسام مضاده. اهي بتفصل عليه، او عندي ميكروب وبتيجي الخلايا دي تفصل وتحط عليه اجسام مضاده بحيث انها تحوطه من كل مكان. دي اسمها الدندرايت سيلز او الخلايا المتشعبه. طيب ساعات كان بيسموها خلايا لانجرهانز، واكتشفها هذا العالم
الجليل، وطبعا موجوده في الانسجه اللي هي مرتبطه ومتاثره بالاكسترنال انفايرمنت او بالعالم الخارجي. ده كان فيلم بسيط عن مكونات جهاز المناعه. طيب جهاز المناعه ده له مكونات، قلنا خلايا، وبص كده جهاز المناعه اذن جلد ودموع وعرق وغشاء مخاطي وسائل معده وسائل امعاء وحساسيه وتفاعلات حساسيه وسائل بول وايه ولوز، كويس كده؟ طيب وممكن جوه تلاقي نخاع العظام، الغده الثيموسيه، وممكن تلاقي جهاز المناعه الطرفي، خدت بالك؟ وممكن نلاقي اللي هي الليمف نودز، ممكن نلاقي الغدد الليمفاويه، وممكن نلاقي الطحال، الطحال ده احد الغدد الليمفاويه، اكبر غده ليمفاويه عندنا، وممكن نلاقي حاجات تانية زي سايتوكاينز، ونلاقي مثلا كومبليمنت او الجهاز المتمم والميديتورز والحاجات دي كلها. ممكن نلاقي انفلاميشن يعني التهاب، والالتهاب بيشترك فيه اكتر من جهاز، وممكن الاقي معاه مثلا الاكيوت فيز بروتينز. الاكيوت فيز بروتينز دي اللي هي البروتينات التي تفرز عند الالتهاب، يعني عندي التهاب تلاقي عندي سي بروتين وبي بروتين عالي، وممكن قوي قوي في السي الاكيوت فيز بروتينز دي تلاقي ايه؟ تلاقي زياده قوي قوي في السرطانات، يعني بتزيد في الالتهابات بس بتكتر قوي قوي في السرطانات. يعني مثلا الفا فيتو بروتين ده بيزيد شويه في التهابات الكبد، لكن بيبقى الاف لم يكن في اورام كبد. زي مثلا البروستات سبيسيفيك انتيجين دوًا بيبقى موجود في التهابات البروستاتا، ولكنه بيزيد جدا لما يكون في ورم بروستاتا. فاذا عرفنا الاكيوت الفيس بروتينز دي بروتينات في الدم بنسموها دلالات اورام، ودي بتزيد قوي لما يكون في التهابات وغيره. برضو عندي اجهزه تانية زي الكلوتينج سيستم، كلوتينج فاكتورز، وعندنا جهاز رهيب جدا في الجسم اسمه الفايبرينوليتيك سيستم. الفايبرينوليتيك سيستم ده يعني في جهازين ضد بعض، كلوتينج فاكتورز دول حوالي 12 13 فاكتور اللي هو بيعملوا الجلطات. والجلطات مهمه ليه؟ لو واحد اتعور لازم جسمه يلحم. مين اللي بيلحم الجروح؟ الكلوتينج فاكتورز. طب دلوقتي هيفضل يعمل يرسب ويعمل كلوتس ويرسب ويعمل كلوتس وجلطات، ولا يجي جهاز ينظف ويصنفر؟ الجهاز اللي بينظف ويصنفر اسمه الفايبريتيك انزايمز. الفايبريتيك انزايمز ده هو اللي بناخده وبنستغله في اذابه الاورام السرطانيه واذابه الحصوات والجلطات. تقدر تسير الفايبرينوليتيك سيستم؟ ايوه يا فندم نقدر نسيره، لو قدرنا نقدر نسير الكلوتينج فاكتورز يصار بعدها على طول الفايبرينوليتيك انزايمز. دي شغلانه بقى ايه؟ عايزه مخ جامد قوي. نعم دكتور، مع اختلاف كل المكونات ديت، هل تقويه جهاز المناعه كل حاجه من دول ليها حاجه معينه، ولا هو نظام بيقوي كل المكونات دي؟ برافو عليك. الجهاز المناعه مفيش حاجه بتقوي حته وتبطئ حته. يعني انا ما عنديش مثلا رياضه تقوي الطحال وتسيب الغده الليمفاويه، ما كلهم مع بعض. ما عنديش النوم بالليل المعتدل مش بيقوي مثلا جهاز العرق ويقوم يبوظ، لا انا عندي مكتمل حضرتك. ده احنا عندنا ساعات اسمها كاسكيد رياكشن. يعني ايه كاسكيد رياكشن؟ يعني انا مثلا في ناموسه قرصتني، فلما الناموسه قرصتني عملت التهاب انفلاميشن، يجري يعمل كيموتاكسيز وبعدين يجيب لي الانفلاماتوري ميديتورز وتورم الحته والجسم كله ولع. وساعات ما يبقاش الحته اللي اتقرصت فيها، لا ده لو عندك حساسيه يبقى كل جسم يورم. يعني لو واحد قرصته نحله مثلا ممكن جسمه كله يورم وعينيه تقفل وانجيوديما. ايه التفاعل ده؟ جسمه كله اتفاعل. اذا مكونات جهاز المناعه، انا بس بوريك، انا مش بعقدك، انا بوريك ربنا عامل ايه. ربنا سبحانه وتعالى عامل وفي انفسكم افلا تبصرون. انت بتبقى نايم من هنا ومغمض عينيك وفي 20 جهاز شغال جوه بينظف الاوعيه ويدوب الجلطات ويدوب الاملاح ويقتل الفيروسات. انت نايم وفي جنود ربنا شغاله. احنا بقى بنسميها بقى الميدييتورز والانفلات ومش عارف ايه وايكوت فيس بروتينز وفيرويدوك سيستم ومش عارف ايه وكاليكرين سيستم. ده الكاليكرين ده حدوته، والا بقى السيتوكاينز. السيتوكاينز دي خدنا منها نوعين مهمين قوي، الانترفيروز انترلوكينز. يعني كتاب المناعه حوالي مثلا 1000 صفحه، اه والله العظيم كتاب المناعه 1000 صفحه، بيشرح الصفحه دي 1000 صفحه عشان يشرح الصفحه دي. لكن ربنا خلق فينا، عايزين نقول لربنا يعني فتبارك الله احسن الخالقين، يا رب انت حطيت فينا كل ده ومع ذلك بيجي لنا امراض، يبقى انت امرضت نفسك بقى. انا اديت لك صواريخ واديت لك جنود وعملت لك مناعه زي الاسود في البريه، اسد بيجري كده ما فيش اسد كل يوم بياخد حقنه ولا ارسبرينه، ولا في اسد بيجي له مغص وبتاع، ايه ده؟
انما احنا كل يوم من مرض لمرض وبرد لبرد واسهال لترجيع ليه مش عارف ايه، يبقى احنا دمرنا جهاز المناعه. صح، هو ده الكلام البسيط جدا من علم معقد جدا وصعب جدا. اللعب في جهاز المناعه ده اصعب حاجه في الطب. ده انت عندك تحاليل مناعه تعقد الجن الازرق. طيب نشوف بقى بعد كده مع مكونات جهاز المناعه ايه اللي يدمر جهاز المناعه. طب انا دلوقتي ربنا اداني كل الحلويات دي، ربنا اداني كل هذا الجهاز العظيم وانا بدمره، طب قول لي بقى ايه اللي بيدمر جهاز المناعه. بص بقى يا سيدي. نعم انا اتفضل. ايه اللي بيدمر جهاز المناعه؟ بقى ربنا اداني كل الحاجات دي عشان تدافع عني ضد الميكروبات والفيروسات والفطريات، وانا في الاخر بعك وبوظ جهاز المناعه، ويبقى القطه عندها مناعه احسن مني والكلب عنده مناعه احسن مني. طيب نشوف كده جهاز المناعه ده ايه اللي بيدمره. مثلا تعالوا الاول نقول احنا عاوزين هنا نقول ايه. ادي جهاز المناعه شرحناه قبل كده، وقلنا فيه كرات دم بيضاء وكرات دم جميله، وقلنا بقى ايه ان احنا في بعض العادات السيئه بتبوظ جهاز المناعه. عد معايا ايه اللي بيدمر جهاز المناعه. ايه اللي بيدمر جهاز المناعه؟ العادات السيئه. خلاص، اول حاجه اللي هو السهر بالليل. الكلام ده كلام الاجانب اهو. السهر بالليل والعمل في مشاريع الوقت متاخر بالليل يدمر جهازك المناعي. ليه؟ لان ربنا عمل هرمونات بالليل وعمل هرمونات بالنهار، انت بوظت جهازك المناعي. ولذلك ربنا بيقول وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. طب السهر بالليل بيعمل ايه؟ بيعمل لور اميون فانكشن وبيعمل ديكريز ذا نمبر اوف اميون سيلز. اه والله العظيم بيدمر جهاز المناعه. طيب لما دمر جهاز المناعه هيحصل فيه ايه؟ يجيني اي فيروس واي نيله مش عارف. عملوا دراسه جميله قوي في سنه 2017، لقوا ان الناس اللي بتنام بالليل من 4 لـ6 ساعات عندها ديبريسد اميون سيستم، يعني جهازها المناعي بايظ. ولقوا ان الناس اللي بتنام من 7 لـ9 ساعات عندها جهاز مناعي قوي. الكلام ده يفرق معانا ايه يا دكتور؟ يفرق معانا جاينا وباء، جاينا فيروسات رهيبه. ده دلوقتي انا لسه بقرا ابحاث امبارح، كان في عندنا فيروس الايدز، دلوقتي نازل فيروس العن منه بيسموه فيروس الحب او السكس فيروس. الفيروس اللي جاي بتاع ده بيعمل قرح ودم من الجسم، البني ادم يفضل يجي له قرح وينزل في الجسم لغايه ما يموت ومالوش علاج، العن بالايدز. ها؟ لاف فيروس، اسمه لاف فيروس. والله العظيم يا اخوانا انا لسه قاري البحث امبارح، حاجه تجنن. صدق رسول الله، والله ما انتشرت الفاحشه في قوم يعمل بها علانيه الا ابتلاهم الله بالطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. اني خلقت عبادي حنفاء ولكن الشياطين اضلتهم. ربنا ادانا مناعه حلوه قوي، بس احنا بنلعب مع الكلاب مع القطط مع الحيوانات، حاضنين الكلاب. احنا بقول لك كان ساعات بيجينا حالات في قسم الباطنه ب 20 30 استاذ والله ما عارفين الشخص، وربنا ما عارفين الشخص، ده بكتيريا، ده فيروس، ده فطريات، ده النيت اميونيتي، ده اوتو اميون ديزيز. والله العظيم حالات كتير ما عارفين الشخص، ما بتستجبش لاي علاج. فانت عندك الناس اللي بتنام بالليل ساعات قليله اللي بيسهروا بالليل وقعوا جهاز المناعه، والناس اللي بتنام كويس بالليل عندها جهاز مناعه قوي. معناه ايه؟ معناه انا جاني دور برد او فيروسات يومين ثلاثه اربعه هبقى كويس، لكن انا ما بنامش كويس ومضيع جهاز المناعه وطول الليل السماعات في ودني وعينيا. زي واحده النهارده بتقول لي احنا عاوزين نجيب للاولاد بلاي ستيشن عشان يقعدوا قدامها طول الليل وطول النهار. قلت لها حرام عليك، عينيهم هتضيع، دماغهم هيضيع. تقول لك الطاقه الطاقه الطاقة، الولاد يلعبوا رياضة ولا الطاقة يلعبوا بلاي ستيشن؟ أو بعض الآباء والأمهات يقول لك إحنا ندي للأولاد والبنات نديهم بلاي ستيشن ونديهم كمبيوتر ومحمول ويفضلوا ماسكين المحمول ليل نهار. طب فين المناعة؟ طب ما أنت هتلف بيهم على الدكاترة والمستشفيات، والله ما هنلاقي مستشفى. ده أنت على شوف النصيبة اللي عندنا لو واحد اتكسر ولا نيلة. يعني لسه زميل بيتصل بيا، ابنه 20 سنة ضربه موتوسيكل بيلف بيه على 4 5 مستشفيات من الحجر ياخده لغاية ما مات، ده لسه النهارده. فبقول لسيادتك مفيش مستشفيات تاخد الناس. وبعدين بعد الحرب بقى الأخيرة، بعد حرب غزة وجينا آلاف آلاف الجرحى، هتجيب مستشفيات منين؟ هتجيب مستشفيات منين حضرتك؟ طيب يبقى اللي بينام من 7 لـ9 ساعات بيظبط جهاز المناعة بالليل. نعم. طب دكتور في ناس كتيره بتسالنا بيبقى شغلهم بالليل وما بيقدروش يناموا بالليل خالص، في ايه الحد الادنى من عدد الساعات اللي يحاولوا بيها يحافظوا ويوازنوا شويه؟ بص يا حبيب قلبي، انت عندك الليل يحسب الليل من اول اذان العشاء. اذان العشاء الان، وبعد ما ناخر الساعه مثلا هيبقى اذان العشاء الساعه 6:30، اذان الفجر الساعه 5،
قول المغرب من 5 ل 5 دول 12 ساعه، لازم تنام من 12 ساعه دول على الاقل 6 ساعات بالليل. وضحت؟ طب انا وظيفه شغلي مفيش حد هياخد شغله كل ليله، كل ليله من الساعه 6 بالليل ل 6 الصبح، ده ما يرضيش ربنا خالص. ده لو طبيب، احنا اطباء في المستشفى اللي بياخد نبطشيه يوم او يومين في الاسبوع بياخد 12 ساعه، لازم ينام 12 ساعه. بياخد نبطشيه 24 ساعه، لازم نديله بعدها 24 ساعه. احنا عندنا ناس بتشتغل 18 ساعه وتطبق، ده انت مش هتكمل كام شهر كده وهتموت. ايوه بقى هيجي لك هيموتك. طيب مهم جدا واحنا بنتكلم على ايه اللي بيوقع جهاز المناعه، الاكسسيف شوجر انتيك. يا جماعه الحلويات والبسبوسه والكنافه ألعن من المخللات، والله العظيم يا فندم الحلويات ألعن من المخللات، بتعمل املاح وتضعف المناعه وتبوظ الشهيه اهو، وتبوظ لنا الخلايا البيضاء، خلايا الدم البيضاء القادره على قتل الجراثيم. طبعا لما بتكتر السكر والحلويات والجاتوهات والشوكولاتات وجيلاتات، كل ده اقسم بجلال الله بيعذب ويقلل جهاز المناعه. وبعدين بيعمل لنا املاح. السكريات والحلويات بتعطي، الحلويات بتعطي املاح ألعن من المخللات. يعني واحد حلاوه المولد او حته بسبوسه الام شديده في ظهره وحرقان في البول، ده انا ما اكلتش مخللات ولا املاح، اقسم بالله العظيم الحلويات ألعن من المخللات. ها؟ وبتمنع ايضا فيتامين سي من الدخول الى الخلايا، وبالتالي بتقلل كفائتها. ايه كمان؟ طبعا السكريات، احنا اول خطر قلنا عليه السهر بالليل، الخطر الثاني زياده السكريات. طيب الكاند اللي هي بقى ايه؟ اللي هي الايه؟ الحاجات اللي ممكن تبوظ زي زياده السكريات قوي، ما تزودش. التالت حاجه بنخاف منها الكحول. الكحول يا جماعه او الكحوليات سواء كان في البيره، في الويسكي، في المش عارف ايه، في ناس للاسف الشديد بتشرب الحاجات دي، ربنا يسامحها، بس ده بيقتل جهاز المناعه. طب ليه بيقتله؟ لانه بيبوظ جهاز المناعه خالص. ليه؟ لانه بيعمل دامج للاميون سيستم. طيب مش هنطول في ده كتير، ناخد اللي بعده. نمره 4 التدخين. التدخين سواء كنت بتدخن او قاعد بتشم دخان، انت عندنا اكتر من 250 ماده سامه في السجاير بتدمر جهاز المناعه. يبقى دول كلهم هايلي توكسيك سابستنس، منها الامونيا والارزينيك، ومنها النيكوتين والتلوين، ومنها الالكول. هل الدخان فيه كحول؟ اه والله العظيم الدخان فيه كحول. فالتدخين يدمر جهاز المناعه. ولذلك يجي لي ناس عينيها داخله لجوه وبعدين يديك نتائج خاطئه. يعني ايه؟ يعني واحد بيدخن وهيموجلوبين 13 هو بيموت دوخه وصداع وزغلله. فالتدخين بيرفع كرات دم الحمراء غلط، ده اسمه نون فانكشنال سيلز. يبقى الراجل او الست عنده انيميا وجاي الهيموجلوبين بتاعه كام؟ جاي الهيموجلوبين بتاعه 13 14، خداع خداع. الهيموجلوبين مظبوط بس هو عنده اعراض انيميا هو مش عارف، وكل ما يروح لدكتور يقول لي يا عم ده انت الدم بتاعك حلو. طب هو عينيه داخله لجوه ومسود وصداع ودوخه وزغر، كل اعراض الانيميا موجوده، تسيبه ازاي؟ ده هو بيدخن، اول ما بيدخن بروح قاسمين الهيموجلوبين على 2. يعني انا هيموجلوبين 14 يبقوا 7، هيموجلوبين 13 يبقى 6.5. وضحت؟ ده بيسموها الكوركشن فاليوز، ده كلام كبير. يعني ازاي تصحح النتائج اللي قدامك؟ خلاص؟ لان دي فولس ريزلتس. طيب تعال نقول القهوه. طب دي نمره 5. القهوه انت ليك كوبايه واحده في اليوم او كوبايتين لو كنت يعني تمام، لكن كتر القهوه هتزود لي الاسترس في الجسم وهتزود انتاج كورتيزون زياده على الفاضي، وبالتالي يعمل لي امنو سابريسر. ليه؟ لان كثره الكورتيزون زياده عن اللازم هيحبط جهاز المناعه. الكورتيزون ده جميل جدا وبين كيلر وكل حاجه، بس اكتر من لازم لا، يهد الجسم ويشرط الجسم شرط الجلد. كورتيزون زياده عن اللازم يبقى مش كويس. طيب برضو يبقى احنا عندنا من القهوه كوبايه الاثنين بس. الخطر السادس وهو الجانك فودز. الجانك فودز اللي هو الشرايح، المعلبات، لان فيها ساتوريتد فات، يعني فيها دهون مشبعه ومواد حافظه، وبالتالي بتدمر لي الجسم كله. تمام؟ طيب الناس خلاص تعبت من المواد الحافظه والاكياس والمعلبات والاهو كل ده قدامك اهو، كل ده بيسموه جانك فودز. والجانك فودز ده كله اهو قدامك اهو بالرسمه، كل ده بيبوظ لنا جهاز المناعه. تمام؟ طيب نمره 7. ايه نمره 7 بيدمر جهاز المناعه؟ بيدمر جهاز المناعه بعد كده ايه؟ الان اديكوت ايه؟ ووتر.
ان في ناس بتسيب نفسها صايمه طول النهار، في ناس كل ما اشوف انا صايم انا صايم انا صايم. في زمن الوباء، يعني احنا في زمن اوبئه، انت صايم ليل نهار في زمن الاوبئه، انت بتموت نفسك، الاملاح هتموت الكلى وجهاز المناعه وقع. ف70% من الهيومن بوديز دي ميه. وبالتالي الدراسه اللي اتنشرت سنه 2013 بتقول يا جماعه ان احنا مهم قوي قوي عندنا الهايدريشن، اللي هي السوائل، كل ساعتين في حاجه بتشربها. اتفضل دكتور. بالنسبه للصيام، حضرتك شايف ان في سن معين المفروض الصيام فيه يقف حتى لو الحاله الصحيه كويسه، ولا الصيام دايما مرتبط بالحاله الصحيه؟ لا، الصيام مرتبط بالحاله الصحيه. يعني احنا عندنا نبدا بتدريب الولد والبنت على الصيام من سن 8 سنوات. طيب انا في 8 9 سنوات يصوم لغايه الظهر، السنه اللي بعدها ممكن بعدها بيومين ثلاثة يصوم لغاية العصر، ممكن بعدها يعني يوم يكمل المغرب ويفطر معانا أو كل يوم العصر كده، يعني لغاية لما يعدي العشر 12 سنة. لما يعدي العشر 12 سنة واصل إلى البلوغ، يبقى هو اتدرب 4 5 سنين على الصيام. خلاص. بالنسبة للناس الكبيرة يا دكتور، مش الأطفال، يعني الناس الكبيرة في سن معين يستحسن ليهم ما يصوموش فيه، ولا حسب صحتهم برضو؟ برضو حسب التحمل. ما عندناش سن كبير، ما عندناش سن 70 ما يصومش، ما عندناش الكلام ده. لكن عنده 70 80 90 سنة وصحته حلوة قوي قوي، لا يمنعه من الصيام. لكن عنده فشل كلوي، عنده فشل كبدي، ها، عنده تورم في الجسم، عنده زهايمر، كل ما بيمشي ويقع ما ينفعش يصوم. فلازم الدكتور الطبيب ينصحه، بيقول له والله الصيام خطر عليك. طب هو الراجل زي الفل وبيجري وبيمارس رياضة وبيطلع يشوف حاجته، أهلا وسهلا. زي ما قلنا الصلاة على الكراسي، يعني كان في بعض المساجد بعض الرجال العواجيز قاعدين على الكراسي وبعدين اتخانقوا مع بعض، قاموا يضربوا بعض. فلما قاموا يضربوا بعض وعجنوا بعض، طب ما انتوا ما شاء الله صحتكم حلوه، امال قاعدين على الكراسي ليه؟ ده استعباط بقى. فده استعباط. انما اللي يصلي على الكرسي مين؟ الذي اذا هجم عليه اسد او كلب لا يستطيع القيام. يبقى مين ده اللي يقعد على الكرسي، راجل او ست؟ اللي يهجم عليه اسد ما يقدرش يقوم. لكن لو انا لقيت صرصار قمت جريت، انت مش من حقك تصلي وانت قاعد. خلي بالك معايا. يعني لو لقيت صرصار وقمت جريت او فار وقمت جريت، حرام عليك لو صليت وانت قاعد، راجل او امراه. انما نقوم نعجن في بعض ونضرب في بعض، والست تروح السوق وترجع، والراجل يروح يشتري الحاجات ويرجع، وكل ده ويجي يصلي يقعد على كرسي، انت بتستعبط؟ بتستعبط؟ ما هو الميه احنا بنقول الانسان يقدر يستغنى عن الطعام 3 ايام مثلا يعني. لكن ما يقدرش يستغنى عن الميه 3 ايام او السوائل. يعني ايه السوائل؟ انا بشرب حلبه قرفه نسكافيه، ما ده ميه. خلاص. يعني انا ممكن استعيد عن الميه بسلطه خضراء، خلاص، او فاكهه مليانه ميه. خلاص. يبقى انا دايما بعمل هايدريشن، بعمل ارتواء. خلاص. لكن انا مش ماشي بازازه ميه زي بعض المعاتيه، ماشي بميه يقول لي ميه معدنيه وكل شويه عمال ايه ايه ده، ايه العته ده؟ وبعدين الميه المعدنيه اخطر من الميه بتاع الحنفيه. انا بحذر، انا بحذر، الميه المعدنيه اخطر من الميه بتاع الحنفيه. ميه الحنفيه ارحم، ولكن حتى ميه الحنفيه عايز تغليها قبل ما تشربها. ليه بغليها؟ عشان هي فيها كلور وفيها رصاص وفيها مواد سام، فلازم اغليها واسيبها تبرد. عايز تعرف الميه فيها ايه؟ شوف الفلاتر. في ناس بتحب الفلاتر. الفلاتر طبعا ما بتقتلش فيروسات ولا بكتيريا. الفلاتر ما بتحليش الميه. لو كان الفلتر بيحل الميه، نجيب ميه البحر ونحط عليها فلتر يبقى ميه حلوه. الفلتر ما بيشيلش بكتيريا ولا فيروسات. امال الفلتر بيشيل ايه؟ تراب وطين. لو انت عديت عليه هتلاقي تراب وطين بس. شوائب. شوائب. اغلي الميه كده ببراد ولا في بتاع، شوف الجدران الحل هيبقى فيه ايه. فنرحم نفسنا ونغلي الميه. عشان كده انا لما بغلي الميه شويه دقيقتين ثلاثة أربعة يتبخر الكلور وتتبخر المواد السامه وتترسب المواد التانيه، واقدر اخد السائل بعد كده احطه على انسون، حلبه، شاي، قهوه، نسك، اللي انا عايزه. بس المهم الميه يكون ايه؟ غليت. الميه غليت دقيقتين ثلاثه. طيب يبقى انا مفروض بشرب من 8 ل 10 كوبايات ميه نقيه في اليوم، ويفضل انها تكون ميه مغليه عشان ما عندناش بيور ووتر. بعد كده عندنا مهم قوي قوي ان انا اعمل ايه؟ من الخطر التاسع الكسل. طبعا عندنا ناس سهرانه طول الليل ونايمه طول النهار، ما بتمارسش رياضه خالص، رجاله وستات وبنات وشباب ما بيمارسوش رياضه. طب الناس دي مالها؟ الناس دي عرضه لاي ميكروب يجي يموتها في مكان. وده اللي حصل لما جه الوباء او جت كورونا او جه غيره، اصطاد الناس اللي قاعده في البيوت موتها حضرتك. الناس اللي بتجري في الشوارع رغم انها بتدخن
يعني في آلاف البشر بيدخنوا وبيجروا في الشارع وتوقعنا ان دول يموتوا اول ناس؟ لا، بيدخنوا وبيحششوا وبيجروا زي ما هم، بس ما دام بيجري ويعمل رياضه احتمال عنده مناعه. انما الكارثه كلها ان يبقى حد قاعد بيت، رجل او امراه. فلذلك هو لازم يتمشى، يروح لغايه السوق، يروح لغايه الجامع. الحركه بركه، ولما ربنا قال على الاكل قال فامشوا في مناكبها وكلوا، عشان كده تبقى الحركه بركه ووقايه من الامراض. طبعا ما هو عدم الرياضه عدم الحركه، احنا عندنا الكالسيوم لا يمتص الا في وجود اكتيف فيتامين دي. الفيتامين دي مش قرص تاخده، بعض الدكاتره بيضحكوا على الناس يديله قرص ويديله الفيتامين دي مع الشمس. ما عنديش شمس، ناس بتيجي ما عنديش شمس، يبقى تجيب لي لمبه 200 الصفرة الجامده دي بتطلع صهد وحراره زي الشمس وتتعرضها كل يوم ساعتين. يبقى انا ما عنديش شمس وبيتي ما فيهوش شمس وبيت لا تدخله الشمس، بس لازم تدخله الطاقه. فمهم جدا انك تعمل طاقه شبه الشمس علشان العظام، والا العظم يبقى عنده هشاشه عامل زي البسكوت، يتكعبل في سجاده يقع العظمه تتكسر. طيب يبقى مهم قوي النشاط والرياضه، وطبعا الناس اللي عندها نشاط ورياضه اقل عرضه للامراض. وفرط الرياضه يعني اذا كان عندي قله الرياضه غلط، فالرياضه العنيفه غلط. ليه الرياضه العنيفه غلط؟ لانها استهلاك للطاقه واستهلاك لجهاز المناعه. يعني انت بتاخد مجهود عنيف ومجهود عنيف ومجهود عنيف ومجهود عنيف، طبعا انت كده بتبوظ جهاز المناعه نفسه. فعشان كده بنقول انه اكتر من 90 دقيقه في اليوم ده مش مظبوط. يعني اقول لك على حاجه غريبه، انا كنت بقول للولاد دايما يا ولاد احنا ما بنمارسش اكتر من الرياضه في اليوم. يعني في ولد عاوز يلعب سباحه وكره قدم وعاوز يلعب سكيت وعاوز يلعب كونغ فو في يوم، حرام عليك حرام عليك، هي رياضه واحده وساعتين. الماتش بتاع الكوره اللي بيتلعب قد ايه؟ ساعة ونص وفي ريست، واللعيبه بتتغير وفي ريست في النص، يعني انت كبيرك 45 دقيقه. طب هو ممكن يتدرب الصبحيه 45 دقيقه؟ اه، بس اكتر من كده ما ينفعش. يبقى ما ينفعش العب 6 ساعات. واللي بيلعب يا دكتور الساعه ونص كمان كلاعب بيتصاب وجرح. ما انا قلت لحضرتك، يبقى احنا بنقول يا جماعه لا تمارس اكثر من رياضه في اليوم ولا تزيد في الالعاب اكثر من ساعتين. واضح الكلام؟ اكتر من كده تعمل اكسهوستشن، بتستهلك جهاز المناعه بتاعك وبتبوظ لنا الدنيا. كورتيزول وادرينالين بيفرز بكميه كبيره وبالتالي بيبوظ لنا الدنيا. تمام؟ الشاي زاد عن حد انقلب الى ضده، ربنا قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فعشان كده لو زاد الادرينالين والكورتيزون هيزود البلاد بريشر وهيزود الدهون وهيعمل لنا مشكله في جهاز المناعه و و و و. يبقى الاعتدال حلو. طيب وبعدين علشان كده بقول لك ايه، والعلاقات الاجتماعيه بقى. المفروض ان احنا لنا علاقات اجتماعيه، نحب الناس والناس تحبنا. خلاص؟ طب لو لقيت واحد الناس كلها بتكرهه، يعني واحد كده كل ما توديه في حته يوديك في ده، اينما توجهه لا ياتي بخير. يعني في ناس كده والله العظيم تحطه هنا يزعلك، تنقله في مكان تاني يزعلك، توديه في شغلانه تانيه يزعلك، اوديه فين ده؟ فطبعا في ناس كده ما بتعرفش تعمل سوشيال ريليشن، ما بتعرفش تعمل اقتران مع الناس. طب الناس كلها وحشة واخلاقها وحشة والناس بتدخن والناس بتعمل، انت مالك انت؟ وخالق الناس بخلق حسن، اللي بيدخن واللي بيحشش واللي بيزني واللي بيسرق وخالق الناس بخلق حسن. زي الطب عندنا، انا لما يجيني مريض اسأله انت دينك ايه وبتصلي ولا لا ومتوضي ولا لا واغتسلت النهاردة ولا لا وشلت شعر الابط والعانة ولا لا، انا لازم اعالجه. وبعد ما عالجه لما احب اقوله على نصيحه طيبه اقوله، لكن ما ينفعش اقوله انا مش عالجك عشان انت كذا، ما ينفعش. دكتور بس بيقول العلاقات الاجتماعيه السيئه بتؤدي الى الرعايه والموت المبكر. والله الناس اللي لها علاقات سيئه للاسف الشديد عايشه وبتطلع لنا لسانها. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، بيقول لك العلاقات الانسانيه السيئه بتموت الانسان بدري. ده ناس فاعين مررتنا وقاعدين بقالهم 50 70 سنه، يقول لك المال الحرام ما بيعمرش اكتر من 40 70 و80 سنه ومال حرام عمال يزيد. يعني كل الكلام اللي قريناه ده في الهجايص. فيقول لك العلاقات السيئه ده يعني هقول لك ايه، ناس اخلاقها زباله وعايشه تغيظ الناس. الاعمار بيد الله، مش الطاعه اللي بتطول العمر ولا المعصيه اللي بتاثر العمر، لا لا لا. وبعدين يقول لك فلان بيظلم مثلا وكذا، 45 سنه محمد علي يحكم مصر، كفايه عليه انه ذبح 1200 واحد من فوق القلعه، رماه من فوق ذبح. يعني محمد رشيد رضا في تفسير المنار بيقول لك والله لو ما عملش حاجه في حياته غير ال 1200 اللي ذبحهم دول هيوديه النار.
وبعدين عمل مدارس كتير قوي ونهضه، وجاء ابنه راح قافل المدارس، جه سعيد قفل المدارس، وجه الاستعمار قفل، وجينا بقى على قبل ثوره يوليو ما كانش فيه مدارس، لدرجه ان نسبه الاميه في مصر كانت كام؟ 98%، القريه كلها كان فيها 2 3 بيعرفوا يقروا يكتبوا. مسخ. يقول لك المدارس ما اتقفلت. خالص. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. انت عمال تعمل لي في مدارس وانت طيب. ايه بقى اللي بيدمر جهاز المناعه؟ طبعا اللحوم المصنعه، الشوكولاته، السهر جري معايا، الجبنه المطبوخه، الجبنه المطبوخه انت عارفها طبعا، شويه بطاطس مهروسه في شويه لبن زي الشيدر والنستو والحاجات، طبعا الناس ما بتحبش غير المطبوخ. وبعدين الشيبسي والكولا، وفي الرجيم الخاطئ، الرجيم الخاطئ اللي في ناس كده تقعد تنقنق، وفي ناس كده تقرف اهلك بياكل كده على سن الابره ويجيب طبق فاضي ومعلقه ويعمل نفسه بياكل هبلوله. فالرجيم الخاطئ ده بيبوظ الدنيا. انما عندنا قاعده بتقول واكل واشرب، ولا انا عايز اكل كفته يبقى صباع كده، عايز رغيف ربع رغيف، عاوز رز معلقتين، لكن مفيش خالص رز، مفيش خالص مكرونه، مفيش الاستعمار التام والموت الزؤام، مفيش ده يعني. في واكل واشرب ولا سيف، في كلام ربنا الحق. زي يقول لك مفيش ملح في الاكل، تاكل عادم. مين ده اللي ياكل عادم؟ مين اللي ياكل عادم ده؟ طيب برضه اللي بيدمر اجهزه الجهاز المناعه، الادويه المسكنات. طبعا للاسف الشديد في ناس بتاخد 48 قرص في اليوم، يعني بيجي لي العياده ناس بيقول لك الصبحيه 16 والظهريه 16 وبالليل 16، ده بتاع الكبد والضغط والجهاز مش عارف التنفسي والعضلات والمعده والله العظيم 16 قرص. تنظمها ازاي؟ وانا اقول له يا عم ممنوع دوائين مع بعض، ما بين الدواء والدواء ساعه، يقول لك النهار مش هيكفي. طيب في بقى الكسل وترك العمل بيبوظ جهاز المناعة. في ايه تاني بيبوظ جهاز المناعة؟ ها؟ المراوح والتكييفات. انت قعدت تحت المروحة ونمت جنب المروحة، تاني يوم جسمك مكسر، مناخيرك مسدودة، اللوز نزلت، بس يقول لك لا الجو حر استحمل شوية، هيطلع شوية عرق هيرطبوا الدنيا. انا ببقى ادعو ربنا يا رب نسمة هوا من عندك، يا رب نسمة من نسيم الجنة. هو طول الصيف ربنا فتح علينا باب جهنم، فعمالين نستغيث من جهنم، نقول يا رب نسمة بس من الجنة، كله جهنم جهنم. طيب عندنا كمان الأطعمة الدسمة، يعني يبقى الدنيا حر والدنيا أذى وانت عمال تاكل أكل مسبك وبيتزا وسندوتشات مش عارف ايه وبرجر وعليها سوسيس وعليها مش عارف كاتشب ومايونيز، كل العك الحزن ده يروح فين دهي؟ ما هيعك الدنيا جوه، يقولك مغص كل ما باكل مغص. الإسراف في المعجنات طبعا بيبوظ الدنيا. وعندنا كمان التدخين أبو الخبائث كلها، والعادة السرية طبعا. في بعض الشباب مضيع نفسه خالص، بيجيني العيادة طبعا الحوض بايظ، والله العظيم بيجيني العيادة شباب مش عارف يمشي من كتر الالتهابات، وعيل عنده 16 17 سنة عنده البروستات. بروستات ايه؟ بروستات ايه في السن ده؟ انما هو بوظ الدنيا. كل ما بيمارس العادة السرية بيعطس ويجيله برد. ايه الحلاوة دي؟ كل ما يمارس العادة السرية بيعطس؟ طب انا هقول لبابا ومامته. ليه بقى؟ انا هقول لبابا ومامته لانه اول ما يعطس يبقى بيعمل حاجه غلط. حلوه دي، خلاص يا جماعه خلي بالكم من الواد اذا عطس. ايه يعني ايه الارتباط ده؟ يعني هو لما بيعمل عادة سرية اكيد جهازه المناعي بيقع، جهازه المناعي بيقع. حضرتك يا فندم الانسان لما بيعمل عادة سرية والسائل المناعي بيخرج بتتفتح جميع مسام الجسم، فلو مروحه بقى موجوده ولا بتاع لفحه برد لازم يعطس، لازم. طيب عندنا كمان مرق الدجاج، طبعا قال عن ما في الطعام كله، ومرق الدجاج ده يعني بيبوظ المناعه وبيسبب سرطان. ايه بقى اللي بيظبط جهاز المناعه؟ اللي بيظبط جهاز المناعه الاتي. بص بقى معايا، عندنا فيلم، عندنا فيلم ايه اللي بيرفع جهاز المناعه. بص معايا شوف ربنا بقى عامل ايه بالحاجات الحلوه بقى، ما هو برده ربنا ادانا شويه حاجات. اول حاجه يا سيدي الفيتامينز. يعني ايه الفيتامينز؟ يعني مثلا برتقان، ليمون، بتاع دون كيوي، فلفل احمر، كل ده بيدي فيتامين سي. كمان جميل اهو، الفلفل الاحمر ده بيدي فيتامين سي اكتر من اللي موجود في الليمون مثلا، خلاص. وبيدي حاجه اسمها البيتا كاروتين، وده بيقوي جدا النظر وبيقوي جهاز المناعه وبيعدل السكن. الفلفل الاحمر بس ما يكونش حراق، خلاص. دون الريد بيل ايه بيبر. طبعا البطاطا الحلوه، الجزر. على فكره البطاطا ممكن تتاكل نيه، لحسن في ناس ما بتاكلش البطاطا غير مشويه، البطاطا بتاكل نيه على فكره، ماشي. عندنا البروكلي مثلا، البروكلي دون اللي هو هتشوفه كده عامل زي القرنبيط،
خلاص، ساعات بيبقى اخضر شوي وساعات الارنبيط الفاتح، يعني هم عيله واحده. دوام بيبقى فيه ايه؟ فيتامينات، فيتامين اي وبي وسي واي، ومعاه مضادات اكسده، وقال ده رهيب رهيب، احسن منه التوم، بناخد منه فص توم صغير. في بعض الناس اقول له فص توم مهروس على كوبايه زبادي يقول لك انا خدته بوظ لي المعده، وبعدين اقول له طب ليه؟ يقول لي اصل المدام نقت لي اكبر فص توم، فص توم قد صباعه. يا عم فص توم صغير، فص توم صغير على كوبايه زبادي، انت بتجيب اكبر فص توم ما تحط الراس كلها احسن. واحد يقول لك ما دام التوم بيرفع المناعه ما ناكل راس توم، تموت. التوم ده بيعمل سيوله وبيعملنا مشاكل. اذا انا ليه فص توم بس؟ فالتوم فص توم مهروس ده ممكن لو انا ضغطي عالي قوي يقلل الضغط شويه، ممكن مثلا يعدل لي جهاز المناعه شويه، ممكن يحارب الانفكشن. طيب ايه تاني يقوي المناعه؟ في ناس كتير يا دكتور بيبلعوا فص التوم زي الحبايه كده. لا، بلع الفص التوم مش هيجيب له نتيجه خالص. يعني ايه بلع فص التوم؟ هينزله في البراز زي ما هو. برافو عليك. ولازم يتهرس ويتحط في زبادي او عسل ويبقى سهل الهضم. انا بحطه في زبادي ليه؟ عشان يتفاعل مع المواد الحريفه اللي فيه، ما يعمليش جاسترايتس، ما يعمليش حموضه، ما يبوظليش الامعاء. لان انا لو خدت التوم من غير اي ماده تشيل شره يبقى هيبوظ لي الامعاء، خلي بالك. وبعدين ما باخدش راس توم، ده فص صغير. لا، التوميه توم بزبادي تومها كتير ومضروبه ضربه، مش هي. احنا بنقول فص توم صغير وكوبايه زبادي، حاجه خفيفه كده، متقطع صغير بالظبط، حاجه خفيفه كده يعني. اكتر من كده هتبوظ لك المعده. نفس الكلام في الزنجبيل. الزنجبيل دون عباره عن ايه؟ الزنجبيل فيه زنجبيل فريش بتقطعه شرايح رفيعه، شريحه رفيعه قد شرايح الليمون الرفيعه، رفيعه. الشريحه الرفيعه دي بنحطها على شاي، على نسكافيه، على كركديه، على اي حاجه. انما تكتر من الزنجبيل العم من الشطه. الزنجبيل العم من الشطه والعم منه الكركم، هقول لك دلوقتي. فاحنا بناخد شريحه رفيعه زي ما بناخد الليمون نقطعه، بناخد شريحه رفيعه من الزنجبيل بس. اكتر من كده يبوظ الامعاء. طيب ايه كمان عندنا؟ عندنا كمان غير الزنجبيل عندنا مادة تانية اسمها ايه؟ اسمها السبانخ. بدل السبانخ ممكن لو ليك في الجرجير، لو ليك في كذا. ليه انا مش بفضل السبانخ؟ لان السبانخ بتتزرع فبتاخد كل الهيفي ميتالز، يعني بتلم كل العناصر الثقيلة من الارض، فبتيجي تاكلها تلاقيها. الا اذا زرعت السبانخ في ارض خصبة بعيدة عن الطرق، يعني ايه؟ زراعة عضوية، فهتطلع عندي سبانخ نقية. انما تزرعها على الطرق كده زي الكرومب، كرومب مزروع على الطرق الزراعية، تعدي تجيب كرومباية واخدة كل الرصاص وعدم السيارات وكل الزبالة، انت بتلم كل ده في النبات. فاللي انا عايز اقول لك عليه مهم جدا انك تبقى عارف انه الزبادي مثلا من المواد الجميلة جدا، واليوجورت او الزبادي بيبقى فيه بعض الانزيمات الهاضمة وستيموليت اميون سيستم، بينشط جهاز المناعة. ممكن احط عليه ثلاث بلحات، ممكن احط عليه اي فاكهه طبيعيه، بس اوعى تشتري زبادي جاهز بالفواكه. زبادي جاهز بالفواكه معناه ان عليه ماده ايه؟ ماده حافظه، وانه اغلب الفواكه بيبقى طعم مش ناتشورال، بيبقى دايما زي يقول لك مثلا ده زبادي بالفواكه وبطعم كذا وبطعم كذا وبطعم، ما فيهوش طعم اي حاجه، ده مواد حافظه. يقول لك مثلا بطاطس بطعم الكباب، بطاطس بطعم مش عارف، دي كلها مواد حافظه، مواد مكسبه للون والطعم، كلها كارسينوجينيك، كلها مواد سرطانيه. وانت مهما قلت للناس زي ايه؟ زي بقول للناس والله العظيم يا جماعه انا ما ببيع مركبات، كل ما حد يقابلني المركب بتاعك يا دكتور، المركب بتاعك، والله العظيم ما ببيع مركبات. الله، ازاي؟ ده الفيديو بتاعك. الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الناس انا كل مره اقول والله العظيم ما ليا مركبات، وهو يقول لي لا ليك مركبات، والله العظيم ما لي، عارف زي سيدنا عيسى. يا جماعه انا ربنا الله، لا انت الله، والله العظيم انا عبد الله، لا انت الله، والله العظيم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي. صح كده؟ واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي، وانت على كل شيء شهيد. وبعدين دول يعني عبيدك، ان تعذبهم فانهم ايه؟ عبادك، دول عبادك يا رب، مش كده؟ طيب، يبقى بنقول انه اليوغورت
ده او الزبادي البلدي ده بينشط جهاز المناعه وبيدينا فيتامين دي الطبيعي، بس لازم شمس. عايز فيتامين دي شمس، ما عنديش شمس يبقى لمبه 200. طيب ايه تاني؟ تمام. لا مش بنكتر سكر، بص كثره سكر يعني، بص صل على النبي، اما نقول كثره المخللات بتبوظ المعده وكل كثره، ربنا قال وكل واشرب ولا ايه؟ صح. انا بشرب كوبايه شاي ينسون حلبه بحط عليها معلقتين سكر، لكن في ناس بتحط 4 8 10، في ناس بقول له طب ما تاخد انت كيس السكر تحطه في الكوبايه احسن، تقعد تلحس في السكر يعني، في ناس كده، وبعد السكر يجيب بسبوسه وكنافه وكيكه ويقول لك انا بحب الحاجات الحلوه. طب الحاجات الحلوه دي اللي داخله هتبوظ لك جهاز المناعه، فهمت؟ وانا بقول لك السكريات قلع من المخللات، بتدمر الكلى وتدمر المفاصل. لا تكثر من السكر، يعني ايه وكل واشرب ولا ايه؟ ولا تسرف. انا بشرب 4 5 كوبايات في اليوم، كل كوبايه عليها معلقه معلقتين، كده انت عظيم جدا. لكن لو كل كوبايه عليها 5 6 10 معالق وانت بتشرب لي 10 كوبايات، ده في واحد كوبايه من كوبايه من كوبايه ويقول لي كتر لي السكر، يبقى واخد 2 كيلو سكر في اليوم. بص خلي بالك معايا، احنا عاوزين نتفق ان انا لما اجي اشرب حاجه استسغها، ما تعذبنيش، زي اللي يقول لك كل من غير ملح، اللي بيقول لك كل من غير ملح يقول لك اشرب من غير سكر، انت بتعذبني ليه؟ انت هتقول لي فيتامين سي ما تحطش عليه سكر، انا مش هشربه. مش كده؟ لا تسرف، لا تكسر، بقول لك انا بشرب 5 كوبايات كل كوبايه عليها معلقتين، في النهار 10 معالق، في واحد بيحط ال 10 معالق في الكوبايه وبيشرب 10 كوبايات، يعني بيشرب 100 معلقه. ينفع؟ وياكل حلويات وكيكات وبيتزات ومكرونات، ما كل ده بيتحول لسكر. طيب ايه اللي بيعزز جهاز المناعه؟ طبعا الالموند او بيسموها اللوز، واللوز ده طبعا في منه اللوز الحلو وفي منه اللوز المر. اللوز الحلو طبعا حلو قوي قوي للاكل، اللوز المر حلو قوي 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 للشعر، احلى حاجه للشعر على وش الدنيا الصبار واللوز المر وزيت جوز الهند وزيت السمسم. طيب الكركم بنتعامل معاه زيه زي مين؟ زيه زي الزنجبيل، بناخد منه شريحه صغيره، اغلب الناس ما عندهاش شرايح كركم بس بيبقى عندها ايه؟ مسحوق، بناخد منه شعره، شعره اقل من ربع معلقه، الشعره وربع معلقه دي بنحطها على حله رز، حله مش عارف ايه، زي القرفه، ساعات ناس بتحب تاخد شعره قرف، شعره على سن معلقه تحطها على حله او على صلصه، يعني في ناس بتحب الصلصه بالقرفه رهيبه بس تحط عليها ايه؟ شعره، مش هتحط عليها معلقه، مش هناكل قرفه. الكركم كويس قوي 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 للمفاصل، من اعظم الاشياء الموجوده للمفاصل، زيه زي مين؟ زيه زي الزنجبيل، زي كل المواد اللي بتوسع الاوعيه. طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا الاشياء الخضراء، الجرين تي مثلا، الشاي الاخضر. الشاي الاخضر عند الناس اللي بتحب الشاي الاخضر بيدي فلافينويدز وانتي اوكسيدنتس وحاجات كويسه، هو ده الناس اللي بتقدر تشرب الشاي الاخضر، في ناس ما بتقدرش. ليه؟ زي العرقسوس، العرقسوس ده من اعظم المشروبات على وجه الارض. العرقسوس ده اسرع علاج للقرح بتاع الامعاء والقولون، اسرع علاج على وجه الارض العرقسوس، بس في ناس ما بتقدرش تشربه. يعني شوف هو اسرع علاج للقرح الداخليه والخارجيه. عندنا نبات اسمه الافوكادو، البابايا او الباباز، والبابايا او الباباز عامل زي المانجايه، عامل زي المانجايه بس جواه نوى اسود. دون كانوا بياخدوا منه شرايح شريحه كل يوم عشان التخسيس، لقوا ان هو بيظبط السكر، البابايا ده او الباباز بيظبط سكر وفي فيتامين سي وبوتاسيوم، هو احلى من الباباز حاجه اسمها ها ايه؟ قرع العسل. قرع العسل احسن من الباباز، في احلى منهم هما الاثنين، الكيوي، والكيوي ده الواحده تقريبا بجنيه دلوقتي، الكيوي ده الكيوي الواحده كيوي قد 4 ليمونات، فيتامين سي وفوليك اسيد وبوتاسيوم وفيتامين كي، حاجه روعه كده خلاص، وانت ليك في اليوم ايه؟ واحده كيوي. طيب بعد كده عندنا لحم الدجاج، اذا كان لحم دجاج بلدي متربي يعني كده وبتاع، وانت شلت منه الزفاره، ورق لور وحبهان وفلفل اسود وبصل وتوم، تشيل منه الزفاره هيبقى حلو قوي قوي قوي، تمام؟ لكن تشوي الفراخ بجلدها وتاكل الجلد، ده انت مش هيجيلك سرطان، ده انت هتروح النار،
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الجلود، جلود الفراخ او جلود السمك، ها، منهي عن اكلها، واي حاجه مشويه اتحرقت اوعى تاكلها. نهى رسول الله عن اكل المحروق ونهى عن اكل الجلود. يا رب نكون واعيين، الكلام ده غالي قوي، والله العظيم غالي قوي. تلاقي الناس اللي هم الشركات الكبيره بيحط لك الفراخ وعلى الجلد ايه بقى، متبلات و و و، بتحس ان انت تاكل ايه، تاكل الجلد. الجلد ده كارسينوجينك، بيعمل سرطانات، واحنا ليه ما بناكلش مرق الدجاج؟ عشان جلد الفراخ. فمهم جدا ان انا باكل اللحمه، ماليش دعوه بالجلد. الجلد ليه مخلوقات تانية تاكله، يعني قطط بقى، كلاب، في مخلوقات تانية تاكل، لكن احنا بناكل اللحم، تمام؟ ما بناكلش جلد الفراخ ولا جلد السمك ولا بناكل اي حاجه مشويه محروقه. في ناس بيحبوا ياكلوا المحروق، دول اخرتهم سرطان. لحم الفراخ البلدي كويس لو انت عندك برد، انما لحم الفراخ البيضة كتره هيعملك عقم. طيب، بي عندنا زيت دوار الشمس. دوار الشمس هما بيكتبوا عليه عباد الشمس، هو مفيش حد معبود الا الله. فدوار الشمس دون بيدينا زيت، الزيت دون موجود في السمر اللي هو بنقول عليه اللب السوري. فاللب السوري دون انت ليك 10 حبات في اليوم، فالعشر حبات في اليوم دول هيدوك شوية فوسفور ومغنيزيوم وفيتامين بي 6 وهيديك حاجات حلوه، كويس؟ طيب، احلى منه، احلى منه اللب الابيض بتاع القرع. اللب الابيض ده بقى يعني من احلى الاشياء، وخاصه للبروستاتا، وعشر حبات في اليوم تظبط لي التهابات البروستاتا والبول. كلام جميل قوي قوي قوي. يبقى احنا بنقول انه ايه اللي بيرفع جهاز المناعه، ايه اللي بيرفع جهاز المناعه، حاجات كتير. نوم الصحي، بظبط سكر الانيميا، عصير الخضروات الخمسه اللي قلنا عليه، لزقه طبيه لو عندي حاجه بتوجعني في ظهري او كتفي او كذا، حقنه شرجيه كل يوم عشان اعالج الامساك، امساك عدو الانيميا، مشروب ساخن كل ساعتين عليه شريحه ليمون ما تعصرهاش، زبادي بالخميره عليه، يعني زبادي عليه ربع معلقه خميره، عسل عليه بروبليز، يعني نص كيلو عسل وعليهم معلقه بروبليز، سم النحل طبعا للناس اللي ما عندهاش حساسيه. بعد كده عندنا مهم قوي كمان المشي في الشمس. المشي ساعه كل يوم ده بيديك مناعه هايله جدا، وبيديك كل اللي انت محتاجه من فيتامين دي. العرق شفاء، افتكر كده ان العرق شفاء. وان من الذنوب ذنوبا لا تكفرها صلاه ولا صيام ولا زكاه ولا حج، انما يكفرها عرق الجبين، وفي روايه الهم في طلب الرزق. العرق شفاء، العرق سعاده. وسيب نفسك تعرق، سيب نفسك تعرق. انا ما بيجيني عندي مناخيري مسدوده وزوري مسدود والعربيه مركونه في الشمس، انزل ادخل العربيه واقفل على نفسي وهي مولعه، مفيش 5 دقايق بيه العرق نزل، اقسم بالله العرق نزل، مناخير السلكت والزور وبقيت اسعد واحد. العرق طلع، الجماعه اللي بيغسلوا كلى، انت في مشكله، لف نفسك بطانيه واشرب حاجه سخنه، اقسم بالله الساعه عرق احسن من الغسيل 3 ساعات، مفيش كلام. يبقى العرق شفاء. بعد كده عندنا الكاسات، والكاسات وخز ممنوع التشريط لان اجسامنا ما بتستحملش. وعندنا كمان دي الكاسات دي بتعالج الجلطات والشلل والفشل، ده حاجة رهيبة طبعا، بس عايز تدريب، محدش يعملها بمزاجه. في عندنا بقى ايه، فيروس جديد زي ما قلت لكم، زي الفيروس بتاع اللوف فيروس اللي هو فيروس الحب. وفيروس الحب او الجنس دون بيعمل قرح في الجسم لغاية لما تجيب دم والانسان يموت. لكن في فيروس تاني اسمه كورونا المتحور او بيسموه EG5. وفي قاعدة بتقول ان دايما لما اكتب الحروف الانجليزي ورقم لازم ابعد الحروف عن الرقم بشرط، تمام؟ يبقى مهم جدا اسمه EG5 او كورونا المتحور. دواء موجود وبيصيب ناس كتير، هو اقل خطورة طبعا من الكورونا، غير اقل خطورة، لكن طبعا بينتشر بالرذاذ زيه زي فيروسات البرد العادية والكحة. ولو لقيت حد مصاب ياريت ما تقربش منه عشان ما تتعديش، لانه سريع العدوى. وساعات بيجي في البيت كله. يعني ايه في البيت كله؟ يعني ساعات الام والعيال والاطفال والحضانه والمدرسه والجامعه كلهم عندهم. في ناس بيجي لها باحتقان، ناس بيجي لها بترجيع، وناس بيجي لها باسهال وترجيع. يعني في ناس بيجي لها باصابه بجهاز تنفسي، في ناس بيجي لها باصابه بجهاز الايه؟ الهضم. حسب مين الجهاز الضعيف عندك. يعني كل واحد فينا بيصاب في اضعف حته عنده. تمام؟ الاثنين علاج ومناعة. يعني بس عشان اقول لك ايه، عايزين التحصينات، عاوزين الفاكسين، عاوزين مش عارف فايزر، كلام كل شويه الفيروس بغير شكل. انت عملت لي تحصين للفيروس القديم ما بينفعش للجديد. اه والله العظيم كل شويه الفيروس بيعمل جيناتيك ميوتيشن، طفره طفره بغير شكله، طفره ما ينفعش فيه.
التحصينات القديمة. ولذلك الناس اللي مصممة تاخد التحصينات دلوقتي انا مستغرب يا جماعة، الوباء اللي فات خلاص، والله العظيم والله العظيم ما تنفع فيه التحصينات القديمة، انتوا بتضحكوا علينا يا عيني. لسه ناس جايين متعيين جاي لهم تعيين لازم تاخد التحصين، باخد التحصين القديم اللي بقاله 3 سنين، ده ما يرضيش ربنا. حد فينا عاقل يا جماعة؟ الفاكسين او التحصين اللي كان موجود بتاع الفيروس القديم، الجديد ملوش دعوة، كل شوية بيغير شكله، كلام بلدي خالص اهو. المناعة، اجري ساعة، اقعد في الشمس، خلي حد يدلكك، اشرب حاجة سخنة، شريعة ليمون، حاجات من الجميلة اللي قلنا عليها. انما هتاخد التحصين والتطعيم والفاكسين يا ابني، ده القديم، والقديم ما بينفعش للجديد. اقول لك ازاي؟ وناس خدتهم، ده 800 دكتور، 800 طبيب خدوا الفاكسين وماتوا. فاللي انا عايز اقول لك عليه مهم جدا، ان احنا عارفين ان الاعراض تقريبا متشابهه، لكن ربما يكون الجديد اخف. يا رب يا رب ما تسلطوش علينا تاني. طبعا احنا كنا مشغولين بالوباء، قعدنا 2 3 سنين، بعد كده جت حرب اوكرانيا، طبعا انشغلنا بحرب اوكرانيا ونسينا الوباء، ما بقاش في سيره للوباء. طبعا بعد حرب اوكرانيا وروسيا طبعا ايه، جالنا الحرب على غزه، فنسينا اوكرانيا ونسينا روسيا ونسينا اللي بيحصل في السودان ونسينا اللي بيحصل في ليبيا ونسينا اللي بيحصل في كل حته، وركزنا صح كده. ما هو دايما نكد بيشيل نكد، فاثابهم غما بغم. يعني بنعالج النكد بايه؟ بنكد. بنعالج الحزن بايه؟ بحزن. بنعالج المصيبه بايه؟ بمصيبه. الحمد لله، ربنا يكرمنا يا رب، يا رب كتر مصايبنا يا رب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.